الحمد لله على النتيجه بتاعت المباراه. كان مباراه فعلا صعبه لان هم المفروض فرقه سموحه بتنافس معانا في على المجموعه بتاعتنا، فيعتبر المباراه دي كانت على اول وثاني ترتيب المجموعه. طبعا ليها خلفيات على اساس ان الاول ده بيروح في طريق والثاني بيروح في طريق، فالحمد لله المباراه كانت ماشيه سجال طول المباراه. والولاد عندنا يعني كانوا في الشوط الاولاني والثاني كان الاداء قليل شويه بالنسبه للشوط الثالث، وقدروا ان هم يحسموا النتيجه بتاعه المباراه بالحماس بتاع روح النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي. فالحمد لله برضو يعني ان المباراه خلصت في صالحنا الحمد لله. والله هو الحاجات دي بتيجي بالممارسه بتاعه التمرين والاداء بتاع كل لعيب في التمرين، فبتعرف النفسيات بتاعه اللعيبه وبتقدر تتعامل معاها من خلال سواء المباراه مثلا ماشيه قريبه في النتيجه، فانت بتقدر تلاعب الناس اللي عندها ثبات انفعالي، الناس اللي تقدر تسيطر عليها، الناس اللي تقدر تسيطر على نفسها في جوه المباراه. فالحمد لله قدرنا نتغلب على الحته ديت بان الناس بدات تسمع في الفتره الاخيره في الشوط الثالث ان اللي انت عايزه ايه، وبداوا ينفذوا المطلوب منهم بكل جهد. يعني المباراه صعبه جدا وسموحه فريق محترم، واحنا بنتصدر المجموعه دلوقتي الحمد لله وربنا يسهل. احنا بنلعب على الاول، انت عارف الاهلي ما بيلعبش الا على الاول يعني على طول، والرجاله كانوا تمام الحمد لله النهارده، وفريق سموحه بصراحه عملت ماتش جامد قدامنا النهارده ويستاهلوا الشكر برضو. الحمد لله هي فعلا المباراه كانت صعبه عشان صداره المجموعه، وان شاء رب العالمين بنوعد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اول ان شاء الله السنه دي احنا متصدرين المجموعه وشغالين برتم واحد. كل الجهاز الفني كابتن عبد الله والدكتور تامر وكابتن محسن كلنا بروح واحده عشان خاطر النادي الاهلي ان شاء الله، وبنوعد النادي الاهلي ان شاء الله باول باذن الله. الحمد لله يعني كان ماتش حلو، الحمد لله يعني كسب في اخر 10 دقائق بس، الماتش كان مأزم طول الماتش في اخر 10 دقائق. طب تموت قال العبوا رجاله، بس قال العبوا رجاله بحماس، معلش اي تعليمات يعني في الملعب، قال بس لعبوا رجاله وبحماس. الحمد لله يعني اخر 10 دقائق فرقنا فرق 3، ضلنا محافظين على الفرق لغايه لما الماتش خلص. المباراه كانت صعبه، مش صعبه، مش سهله. كنا طبعا بنحاول ان احنا نكسب علشان نتصدر من الاول ونفضل ماشيين اول في المجموعه وكده، والحمد لله قدرنا نلعب بروح وبرجوله وقدرنا ناخد الثلاث نقاط والحمد لله على الفوز وكده. ان احنا نلعب بروح طبعا ونركز، والماتش على ارضك لازم تفوز عليه، ما ينفعش انك تخسر او تتعادل او كده طبعا. وطبعا النادي الاهلي بنلعب على المركز الاول بس، ما بيلعبش على المركز الثاني، فلازم ان احنا نتصدر من الاول على خالص ونحسم الموضوع. بصوا احنا الاول بنحب نشكر اللعيبه يعني والمدربين والجهاز كله عشان كله كان واقف جنبنا وكنا مركزين، كنا ساعات بنوع شويه وساعات بنفوق لما بنكون كلنا متحمسين مع بعض، بس الحمد لله يعني المكسب كان ماتش كان حلو، وما كانش في كان في منافسه شويه وكان سهل حبتين لينا يعني عشان احنا يعني بنلعب كويس يعني وكده، بس الحمد لله يعني كسبنا بفرق جونين وكله تمام يعني. كانت تعليمات يعني اللي هو كان بيخلينا نركز على لعيب معين عشان احنا في فرقه سموحه ما كانش بيلعب غير لعيب واحد، وكان في واحد تاني مصاب فما كانش غير في واحد هو بس هو اللي بيلعب، فكنا مركزين على اللعيب ده بالذات، كنا مركزين على قد ما نقدر ان هو نحاول ناخد الكوره وكده. الحمد لله يعني احنا يعني كل لعيبه كلها كانت مع بعض، كنا كلنا بنلعب بيد على رجل واحد، كله كان بيسمع كلام الكابتن والتعليمات من بره، وكلنا كنا رجاله الحمد لله. الماتش كان صعب بس احنا كنا قدها والحمد لله لعبنا كويس وادينا الحمد لله وكسبنا الحمد لله. يعني اللي هم كانوا صعبين جدا يعني. اهم التعليمات طبعا اللي احنا نلعب كرجاله كلنا مع بعض، ما حدش يتوتر، ما حدش يخاف، مش مستاهل، احنا بنلعب باسم كيان، ويعني كلنا كنا رجاله الحمد لله وشرفنا الكوتش يعني الحمد لله.